ايضا من المدينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه أو حرقوه أو حرقوه أو حرقوه أو حرقوه. قالوا اقتلوه أو حرقوه. قالوا اقتلوه أو حرقوه. قالوا اقتلوه أو حرقوه أو حرقوه أو حرقوه. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ثم لننسفنه في اليم نسفا ثم لننسفنه في اليم نسفا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا استوقد نارا استوقد نارا استوقد نارا استوقد نارا استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون. في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم 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 ثم في النار يسجرون في النار يسجرون في النار يسجرون في النار يسجرون 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 يسجرون. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار 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 وما هم بخارجين من النار. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 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 ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار. يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها يوم يحمى عليها يحمى عليها يحمى عليها يحمى عليها يحمى عليها يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار من النار من النار من النار من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار ومأواهم النار ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار تأكله النار تأكله النار تأكله النار تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا في بطونهم نارا في بطونهم نارا في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخله نارا يدخله نارا يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا نصليه نارا نصليه نارا نصليه نارا نصليه نارا نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار من النار من النار من النار من النار ولن تجد لهم نصيرا يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو ترى إذ وقفوا على النار 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 فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار من النار من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ذلكم فذوقوه 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 وأن للكافرين عذاب النار ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وفي النار هم خالدون أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم فانهار به في نار جهنم فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فأوردهم النار فأوردهم النار وبئس الورد المورود. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ومما يوقدون عليه في النار ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا قل تمتعوا قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار مصيركم إلى النار فإن مصيركم إلى النار. آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا جعله نارا جعله نارا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار من نار من نار من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم يصهر به يصهر به يصهر به يصهر به يصهر به ما في بطونهم ما في بطونهم ما في بطونهم ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فمأواهم النار فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يوم تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا 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 فإذا أنتم منه توقدون. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار. النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فالنار مثوى لهم فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار 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 أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم. يوم هم على النار يفتنون يوم هم على النار يفتنون يوم هم على النار يفتنون
يوم يسحبون في النار على وجوههم يسحبون في النار يسحبون في النار يسحبون في النار على وجوههم على وجوههم ذوقوا مس سقر يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس شواظ من نار ونحاس شواظ من نار ونحاس شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران أفرأيتم النار التي تورون النار التي تورون النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها أنهما في النار خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا النار ذات الوقود النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود إذ هم عليها قعود الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية عليهم نار مؤصدة عليهم نار عليهم نار عليهم نار عليهم نار عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى نارا فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار الله الموقدة نار الله نار الله نار الله نار الله الموقدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب ذات لهب ذات لهب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون ستغلبون 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 وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون 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 ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم فيجعله في جهنم فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون فوربك لنحشرنهم والشياطين 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 ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم حصب جهنم حصب جهنم حصب جهنم أنتم لها واردون الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب الحريق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد ومن شر حاسد 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 إذا حسد حاسد إذا حسد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان 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 وحفظا من كل شيطان شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب وحفظناها من كل شيطان رجيم شيطان رجيم شيطان رجيم قال عفريت قال عفريت 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 قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي وإني عليه لقوي وإني عليه لقوي أمين وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا اللهم أبطل كل سحر النار 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 اللهم أبطل كل سحر يعمل بتأثير الحرارة 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 اللهم احرق كل سحر في الصحراء اللهم احرق كل سحر في الصحراء اللهم احرق كل سحر في الصحراء اللهم احرق كل سحر يعمل بالنهار يعمل بالنهار يعمل بالنهار يعمل بالنهار يعمل بحرارة الشمس يعمل بحرارة الشمس يعمل بحرارة الشمس اللهم ابطل كل سحر معلق في شجرة معلق في شجرة معلق في شجرة اللهم احرق كل سحر معلق في شجرة اللهم احرق كل سحر معلق في شجرة اللهم احرق كل سحر مدفون اللهم احرق كل سحر مدفون اللهم احرق كل سحر مدفون اللهم احرق كل عقدة في الجسم اللهم احرق كل عقدة في الرأس 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 اللهم احرق كل عقدة في الصدر 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 اللهم احرق كل عقدة في البطن 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 اللهم احرق كل عقدة على الكلى 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 اللهم احرق كل عقدة في العورات 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 اللهم احرق كل عقدة في الأرجل 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 اللهم احرق الأسحار كلها اللهم احرق الأسحار كلها اللهم احرق الأسحار كلها اللهم احرق سحر الشياطين اللهم احرق سحر الشياطين اللهم احرق سحر الشياطين
اللهم احرق كل سحر مأكول، اللهم احرق كل سحر مأكول، اللهم احرق كل سحر مأكول، اللهم احرق كل سحر مشروب، اللهم احرق كل سحر مشروب، اللهم احرق كل سحر مشروب، اللهم احرق كل سحر منثور، اللهم احرق كل سحر منثور، اللهم احرق كل سحر منثور، اللهم احرق كل سحر مرشوش، اللهم احرق كل سحر مرشوش، اللهم احرق كل سحر مرشوش، اللهم احرق سحر النظرة، اللهم احرق كل سحر مشموم، اللهم احرق كل سحر مسموع، اللهم احرق كل سحر على الأثر، اللهم احرق كل سحر على الأثر، اللهم احرق سحر المصافحة، اللهم احرق سحر الطلاسم، اللهم احرق سحر الحسد، اللهم احرق سحر عشاق الجن، سحر عشاق الجن، سحر عشاق الجن، اللهم احرق أسحار ملوك الجان، اللهم احرق أسحار ملوك الجان، اللهم احرق أسحار ملوك الجان، اللهم صل على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. الرقية الشرعية والطب البديل.